كان عام 2020 عاما مميزا بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية، فمن كان يعتقد بأن الخسائر الفادحة التي تكبدتها الأسواق خلال مارس الماضي يتم تعويضها بالكامل، بل واستطاعت المؤشرات الرئيسية إنهاء العام على مكاسب، كما استطاعت بعض أسواق الأسهم تحقيق ارتفاعات غير مسبوقة، ووصلت المؤشرات الرئيسية إلى مستويات تاريخية، بالرغم من أن جائحة كورونا أطاحت بعدد من الشركات، إلى أن هنالك بعض الشركات استطاعت تحقيق مكاسب قوية من تلك الأزمة، مثلا شركة موديرنا التي شهدت ارتفاعات في أسهمها بنسبة تزيد عن 450% بعد أن أظهرت دراسات الشركة فعالية لقاحها لفيروس كوفيد-19 بنسبة 94%، مما يجعل الشركة مرشحة لمزيد من المكاسب قبيل إعلان الشركة وشركة فايزر عن لقاحها والتي تجاوز هذه النسبة. كان عام 2020 أيضا من أكثر الأعوام التي شهدت تقلبات عنيفة بين الهبوط والصعود، إلى أن هنالك بعض الشركات التي عرفت وعرفت طريق الصعود فقط. فهل ستكون اللقاحات داعم لتعافي بقية الشركات؟ وهل ستساعد في تخفيف حالة عدم اليقين الاقتصادي؟ الوقت فقط هو من يستطيع الحكم على ذلك، ولكن دعونا نلقي نظرة أكثر تفصيلاً عن أفضل الأسهم أداء لعام الماضي. شركة نوفافاكس تعد من الشركات الرائدة في تطوير اللقاح فيروس كورونا، وارتفعت قيمة الشركة السوقية بنحو 2500% خلال عام 2020، وقد أعلنت الشركة أنها ستبدأ تجربة المرحلة الثالثة للقاح المرشح في الولايات المتحدة والمكسيك، على الرغم من كونه أبطأ من مثيليه فايزر وموديرنا. فإن لقاح نوفافاكس المرشح إذا نجح فسوف يحقق مكاسب كبيرة للشركة. إذا ما السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسهم الشركة بهذا الشكل؟ تصدرت الشركة عناوين الصحف في مارس عندما أعلنت الشركة عن نتائج إيجابية في تجاربها السريرية في المرحلة الثالثة من لقاح نانوفلو، والذي يعد لقاحا أكثر فعالية للإنفلونزا من اللقاحات الحالية. وفي حال موافقت هيئة الغذاء والدواء على اللقاح فإن ذلك سيؤدي إلى أرباح كبيرة للشركة. حتى يومنا هذا لا تزال نوفافاكس مختلفة ومتخلفة في سباق اللقاحات، حيث بدأت شركة موديرنا وفايزر بالفعل في طرح لقاحاتها في الشهر الماضي، ومع ذلك يعتقد الخبراء أنها ستكون هنالك حاجة أكثر إلى أكثر من لقاح واحد لإنهاء الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 1,800,000 شخص على مستوى العالم. وقد وقعت الشركة بالفعل اتفاقيات توريد مع عدة دول، كما تخطط نوفافاكس أيضا لتقديم 100 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة بحلول يناير بعد أن تم منحها 606 مليار دولار. لا يمكن الحديث عن الارتفاعات القوية للشركات الأمريكية دون ذكر شركة تسلا، والتي أصبحت مرادفا للسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، وارتفعت الشركة أو أسهم الشركة بنسبة تزيد عن 700% منذ بداية العام، وحتى الآن لا تظهر أي بوادر لعدم استكمال مسيرة الصعود. وفي الشهر الماضي حققت أسهم تسلا مكاسب بنسبة 22%، ليكون هذا الارتفاع الأخير بسبب تفاؤل المستثمرين بشأن هدف الشركة المتمثل في الوصول لتسليم 500,000 سيارة في عام 2020. يذكر أن الربع الثالث من العام المالي للشركة الذي تم نشره ذكرت تسلا أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 39% على أساس سنوي بمقدار 6.3 مليارات دولار، وحققت إجمالي ربح بقدره 1.19 مليار دولار بزيادة قدرها 73%. كما تمتلك أيضا تسلا حوالي 4.3 مليار دولار نقدا في هيئة سيولة نقدية، وهذا الأمر دعم الشركة بشكل كبير جدا أنها ستؤدي إلى مزيد من الربحية، مما أيضا سيرفع الطاقة الإنتاجية للشركة لأكثر من 1,000,000 سيارة سنوية. إذن لا عجب لماذا حققت تسلا هذا الأداء الممتاز في عام 2020. وأخيرا شركة إنفيس الذي يعد واحدا من أفضل الأسهم أداء في صناعة الطاقة المتجددة اليوم، وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع حلول للطاقة المنزلية القائمة على التطبيقات، والتي تشمل توليد الطاقة الشمسية إلى تخزين الطاقة المنزلية، وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 450% منذ بداية العام لتتداول حاليا عند 175 دولار. من المتوقع أن تستفيد الشركة على نطاق واسع من سياسات بايدن الذي يتعهد بجعل الولايات المتحدة دولة خالية من الكربون بحلول عام 2050.
في أن إنفيس لديها الكثير من الدواعم لتحقيق تلك المكاسب، خاصة بعد إعلان الشركة انضمامها لمؤشر S&P 500 لتصبح ثاني شركة تعمل في الطاقة النظيفة في هذا العام. في أحدث بيانات مالية ربع سنوية للشركة تم نشرها في أكتوبر، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 178.5 مليار دولار، ويمثل زيادة بنسبة 42% مقارنة بالنتائج السابقة في نمو مبيعاتها في المايكرو إنفرتر والذي يتم توصيلها في لوائح الطاقة الشمسية. كما أعلنت الشركة زيادة الربحية للسهم بواقع 30 سنتا، وهذا النتيجة للشركة إلى التوسع في أستراليا أيضا سيعزز من مكاسبها في هذا المجال. تلك كانت لمحة بسيطة على أداء الشركات والأسهم. يمكنك تداول الأسهم من خلال المنصة الخاصة بنا في أوربيكس، وتابعونا وشكرا لكم.